المجتمع الضعيف هو المجتمع الذي يحول دون إشباع حاجات أفراده، والذي يفيض بأنواع الحرمان والإحباطات في المجتمع وعدم الشعور بالأمن والأمان، وكل ذلك كفيل لانتشار الفوضى وانتشار الجرائم. انتشار الجرائم في المجتمع الفلسطيني وخاصة في السنة الأخيرة مقلق وخطير، وإذا تحتم علينا التعاطي معها على أنها ظاهرة فنحن مطالبون بالتوقف عندها، قراءتها والتدقيق بشأنها. هذا ما سنطرحه في هذه الحلقة من برنامج رأي آخر حول الأمن المجتمعي وانتشار الجرائم في المجتمع، فكونوا معنا. أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج رأي آخر حول الأمن المجتمعي ومناقشة ظاهرة ارتكاب الجرائم في المجتمع الفلسطيني وازديادها خاصة في السنة الأخيرة. وبداية أرحب بضيوفي الرائد وفاء الحسين، مدير وحدة النوع الاجتماعي في الشرطة، أهلا ومرحبا بك، والمحامي ياسر صلاح عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أهلا ومرحبا بك. وأيضا أرحب بالحضور معنا من الناشطين الحقوقيين والشباب والمهتمين في هذا الموضوع، أهلا ومرحبا بكم. طيب، إذا بدأنا يعني موضوع ارتكاب الجرائم في المجتمع الفلسطيني وازديادها في السنة الأخيرة، ونشير هنا أن الجرائم، معدل ارتكاب الجرائم هو يعني منخفض في مقارنة بالإحصائيات قبل عام 2007، وبعد 2007 هنالك يعني انخفاض في ارتكاب الجرائم، لكن في سنة 2013 والتي لم تكتمل حتى الآن هنالك يعني وتيرة مرتفعة لارتكاب الجرائم. سيادة الرائد، يعني بالإشارة إلى موضوع ارتكاب الجرائم في المجتمع الفلسطيني، هي في انخفاض، ولكن السنة الأخيرة هنالك ارتفاع لارتكاب الجريمة في المجتمع الفلسطيني، حتى بات المواطن الفلسطيني يعني في قلق مستمر وفي حالة تأهب أو في حالة انتظار لمجهول ما أو لجريمة قد تحدث في أي لحظة. إحصائيات جهاز الشرطة حول هذا الموضوع إلى ماذا تشير؟ يعطيكم العافية وتحية لكم وتلفزيون وطن، والتحية للمشاهدين والجمهور اللي حضرنا. وجه تحيات مؤسسة الشرطة للجميع. وبالنسبة لسؤالك اللي تفضلتي فيه، بنقدر نشير له انه هو يقع ضمن مفهوم الامن الاجتماعي. الامن الاجتماعي مفهومه هو يقع بين مفهومين، مفهوم امن الانساني ومفهوم الامن الوطني. الامن الاجتماعي بتاثر بعده عوامل، فبيعني لنا مفهوم الامن الاجتماعي ان يتوقع ان يحمي المجتمع من الجريمه المتوقعه ومن الجريمه الواقعه. والأمن الاجتماعي ما بيتم لحاله من خلال مؤسسة مجتمع مدني أو من خلال مؤسسة رسمية فقط، بيلزم تضافر وتكامل جهود المؤسسة الرسمية والمؤسسة غير الرسمية، الفرد، الجماعة، المجتمع بشكل عام، تضامن وتكافل فئات المجتمع من مختلف المستويات بيؤدي للبناء والإعمار والتنمية، وما بنقدر نقول احنا نهايه الجريمه. نعم، لان الجريمه بتاخذ اشكال والوان متغيره حسب الوقت اللي هي بتبقى موجوده فيه. نعم. اما بالنسبه لسؤالك انه الجريمه ليش ازدادت، ممكن لانه وسائل الاعلام الموجوده والاتمته والحداثه الالكترونيه هي عم تظهر هذا الحكي، ما زادت بالعكس، بس تسليط الضوء على الجرائم اللي ترتكب ضد النساء، طب ما في كمان جرائم ترتكب ضد الرجال. طب فالجريمة جريمة ما إلى جنس، الجريمة اللي عم ترتكب كلها تشار إلها وكأنها جريمة فقط للنساء، هي جريمة للمجتمع، ضد المجتمع، ضد الإنسانية. طب سوف نعود لموضوع هذه الجرائم إن كانت في ازدياد أو عدم ازدياد، ولكن وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي وكثرتها قد تسهم يعني في ترويجها بشكل قد يروع من أمن المواطنين. أستاذ صلاح، يعني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وأنتم ترصدون مثل هذه الجرائم وتوثقونها، يعني
كيف ممكن أن نقرأ المشهد الخلفي لوجود مثل هذه الجرائم في المجتمع الفلسطيني؟ يعني حالات قتل، يعني أخ يقتل زوجة أخي وأطفالها، أخ يقتل أخيه على نزاع في على قطعة أرض. يعني مثل هذه الجرائم حتى وإن كان الإعلام يساهم في وصولها وانتشارها للمواطنين، إلا أنها غريبة على المجتمع الفلسطيني، وغريب أن نسمع مثل هذه الظواهر. ما هي الخلفية التي يستند عليها مثل ارتكاب هذه الجرائم؟ يعني إحنا في الهيئة بنوثق هاي الحالات مش من كونها جريمة، احنا نوثقها من في سياق انتهاك الحق في الحياة، لذلك نوثق هاي الحالات نرصدها وبنسميها حتى احنا الوفاة تحت ظروف بأسباب ظروف غامضة. طبعا هذا المصطلح هو مصطلح كبير، ليش؟ لانه احنا بندخل في جميع الحالات الوفاة اللي سببها غير الموت الطبيعي، يعني نتيجة ارتكاب جرائم، نتيجة للقتل على ما يسمى جريمة الشرف، على نتيجة للإهمال الطبي، نتيجة لعدم أخذ إجراءات السلامة العامة. وبالتالي هاي الأرقام للهيئة إذا ممكن أعرضها بشكل سريع، يعني إحنا في 2012 رصدنا ووثقنا 140 حالة وفاة في ظروف غامضة، وبالتالي تسميتها وتصنيفها لجريمة هذا بقى على عاتق جهاز الشرطة. طيب، في خبراء حقوقيين وعلماء يعني وناشطين في علم الاجتماع وأيضا خبراء اقتصاديون حذروا من ازدياد الجريمة بسبب ارتفاع مستوى المعيشة والبطالة ونسبة الفقر، وإذا أشرنا أنه 25% تقريبا من المجتمع الفلسطيني يعيشون تحت خط الفقر، ربع المشاركين في القوى العاملة هم عاطلون عن العمل. يعني مثل هذه العوامل من خلال متابعتكم لمثل هاي الجرائم سواء القتل السرقة إلى آخره، كيف في ارتباط بينها وبين هاي العوامل والوضع الاجتماعي بشكل عام، الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي؟ وشوف، موضوع الأمن المجتمعي هو موضوع يعني واسع جدا وله خصوصية في المجتمع الفلسطيني، لأنه إحنا المجتمع الفلسطيني بنختص إنه إحنا الشعب الوحيد لحد اليوم تحت الاحتلال، وبالتالي هذا سبب رئيسي لتدهور هذا المفهوم في المجتمع الفلسطيني، لأنه سيادة القانون وقيام الأجهزة المختصة في السلطة الوطنية وعدم تحكمها في المناطق، خاصة المناطق الخارجة من المناطق ألف باء وسي وإلى آخره، أدت إلى يعني زحزحة هذا المفهوم، وبالتالي بحث في الأسباب، أسباب تدهور مفهوم الأمن الاجتماعي، أنا برأيي راح يطول الحديث عنه. طب ممكن نسمع مشاركات الجمهور حول الموضوع، شو الأسباب اللي بتتوقف عليها انتشار مثل هاي الجرائم في المجتمع الفلسطيني، جرائم السرقة، جرائم القتل سواء على خلفية الشرف أو ما يسمى بالشرف، أو حتى أي جرائم أخرى لم نكن نسمع بها من قبل وزادت حدتها في السنة الأخيرة؟ اسمع مشاركاتكم، تفضل. اسمي نبيل دوكات من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي. مداخلتي بشكل أساسي بتوقف على أو بتشير لأنه المشكلة مش في الإحصائيات أو الأرقام بقدر ما بنشوف المشكلة في طبيعة ونوعية الجرائم اللي ترتكب. وسبق وأشرت حضراتكم إلى أنه يعني أخ يقتل أخوه، شخص بقتل زوجة أخوه وأطفالها، إنسانة في بيت لحم تذبح في الشارع على مرأة من الناس والجمهور وما فيش حدا بحرك ساكن في الموضوع. هذه نوعية بتشير يعني هاي مؤشر الخطر في الموضوع، مش فقط الأرقام والإحصائيات وإنما طبيعة ونوعية الجرائم. وباعتقادي إنه هذا الموضوع برجعنا للبحث في القيم المجتمعية اللي موجودة حاليا ومدى تأثير. باعتقادي أنا إنه هناك في نوع من التراجع في القيم المجتمعية، وبالتالي تفتح المجال أمام كثير من الظواهر، من ضمنها ظاهرة الجرائم سواء على صعيد الأرقام والإحصائيات أو على صعيد النوعية. هاي من ناحية. من ناحية ثانية في عندنا ملاحظة، إحنا بمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
عندنا احصائياتنا بتشير ان لحد الان في عندنا ما يقارب من 25 امراه او فتاه قتلت لاعتبارات واسباب مختلفه، جزء منها القتل على خلفيه ما يسمى بالشرف، لكن هذا بيطرح تساؤل انه لماذا باستمرار الفئات الضعيفه والمهمشه ومن ضمنها المراه والاطفال وكبار السن هم اكثر الضحايا لجرائم القتل. نعم شكرا. ناخذ كمان مشاركه، تفضل. أنا بتأكد على ارتباط كل هذه الجرائم بالفقر وبالوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي بمر في شعبنا الفلسطيني. كمان في قضية في غاية الأهمية، إنه بعد عام 2007 وبعد الانقسام أسست لثقافة العنف داخل المجتمع الفلسطيني، وما أتى به الربيع العربي والمشاهد مروعة يراها شبابنا وأطفالنا يعني في وسائل الإعلام المختلفة خاصة العالمية، وبنشوف مظاهر القتل البشعة. أنا بتقديري هذه أسست لحالة نفسية استسهال يعني عملية القتل ويعني والتمثيل حتى يعني اللي بنشوفه إحنا له علاقة يعني بثقافة خارج إطار ثقافتنا وديننا، وهذه مشكلة حقيقية. وهذا يعني بالضرورة يجب أن يعود المجتمع إلى حالة من القيم المرتبطة بالدين والروح الوطنية، وهذا مرتبط بدور الأحزاب، دور المؤسسات، دور المؤسسة الرسمية في عمل التوعية وفي عملية التأسيس لمجتمع يعني ملتصق بقيمه وبعاداته وبدينه. بس في قضية في غاية الخطورة، إنه المسألة اليوم مرتبطة كمان بسيادة القانون، يعني فيما له علاقة يعني بالقتل على خلفية الشرف والميراث وإلى آخره، مرتبطة بسيادة القانون. بطلت الناس كمان تأخذ حقها أو 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 أو, أو تقدر يعني تتجاوز حق غيرها بطريقة الأمر الواقع اليوم في محكمة في قضاء، وبالتالي قد يعني هذا بطرح سؤال ثاني، إلى أي مدى في ثقة بأحكام القضاء وإلى أي مدى هي رادعة أصلاً بالمجتمع لعدم ارتكاب الجرائم؟ أنا بحكي قد يكون في هناك أوكي. قضية لها علاقة في الميراث على سبيل المثال، تقر المحكمة بقضية ما مثلا الأخ مش راضي عن هذا القرار، قد يلجأ من القهر ومن الغل، وبالتالي هذه بحاجة إلى علماء نفس كمان يحللوها ويشوفوا شو ردات الفعل، خاصة إحنا مرتبطين بمنطق أبوي ومنطق يعني. شكرا لك سيادة الرائد، يعني من خلال المشاركات واضح جدا إنه في أشياء بتدفع المواطنين أو لارتكاب مثل هاي الجرائم. هل أصبحت ثقافة العنف منتشرة في المجتمع الفلسطيني وهناك من يعلي من شأنها، يعني خاصة إذا ما ذكرنا مثال آخر جريمة قتل للفتاة ويعني توقيع عدد من أسرتها بموافقتهم أو بتشجيع والدها على قتلها، يعني هل أصبح لهذا الحد التساهل في ارتكاب مثل هذه الجرائم؟ وهون تحديدا دور الشرطة ليس فقط علاجي بعد وقوع المشكلة ولكن أيضا وقائي، وين كان دور الشرطة مثلا في منع وقوع مثل هذه الجرائم وهي الجريمة تحديدا؟ بتقدر نقول احنا استكمال لك كلامك انه الشرطة لها دور كبير وفعال، وهي نسق من انساق المجتمعية، بتتأثر وبتأثر بالمجتمع المحيط فيها. من هذا المنطلق الشرطة لم تعد تأخذ الدور التقليدي لها، تحملت على عاتقها بالإضافة إلى دور الضبط الإداري والضبط القضائي الضبط بالمسؤولية الاجتماعية بتلمسها لاحتياجات المجتمع لحاجات الحماية من قبل المؤسسة الشرطية، فأنشأت إدارات متخصصة تعنى بمعالجة وحماية المجتمع من العنف الواقع موجود فيه. كون العنف ما بنقدر نقول عنه بالمجتمع الفلسطيني بالذات إنه هو ظاهرة أو منتشر، احنا تلمسنا احتياجات. قبل شوي حكينا انه الاعلام ممكن سلط الضوء عليها اكثر من اللي من امور كثير ممكن كمان هي بحاجه لتسليط الضوء. فمن هذا المنطلق انه عملنا وحدات لحمايه الاسره ووحدات لدائره للاحداث، عملنا الشرطه المجتمعيه العلاقات العامه. احنا كمؤسسه شرطيه بنعمل
رغم انه منه واجب تقليدي، بل الشرطه تحملته على عاتقها بالورش العمل المؤتمرات. عشان احنا نكون فاهمين صح، شو الاجراءات او الخطوات اللي بيقوم فيها جهاز الشرطه بشكل عام لتلمس هاي الاحتياجات؟ يعني غير كافي انه نحكي انه احنا في عنا وحدات لتلمس الاحتياجات، ما تقوم به حقيقه. ومثال عليها الجريمه اللي حدثت، يعني تم التخطيط لها، ويعني وكانت يتم التخطيط لها يعني من خلال افراد العائله، بمعنى انها كانت يعني كان متوقع حدوث مثل هاي الجريمه. فكيف ممكن تلمس احتياجات المواطنين وتوفير الامن لهم؟ مع ملاحظه صغيره انه حفظ الامن والامان وتوفيره للمواطنين جزء من حقوق الانسان، وعلى الدوله انها تكفله مقابل الضرائب اللي بدفعها الفرد. الشرطه كيف بتحقق هذا الدور؟ كيف بتقوم فيه؟ قلت لك الشرطه هي نسق من انساق المجتمع، بتحقق هذا الدور. ما فيها يعني اي مؤسسه امنيه سواء بفلسطين او خارج فلسطين ما بتحط شرطي او عسكري على باب كل مواطن. احنا بنعمل على التوعيه والارشاد من الروضه، تقدر تقولي من الروضه للمدرسه للكليه للجامعه للمجالس المحليه للمؤتمرات لورش العمل بشكل عام، لها دور فعال في التوعية والترجيح والتوجيه والإرشاد وإرشاد المواطن على كيفية الوصول للشرطة وطلب الخدمة والحماية. والإدارات اللي أنشأتها هي كانت نتيجة لتلمس هذه الاحتياجات. واضح. طب يعني تكملة على ما تفضلت به سيادة الرائد أستاذ صلاح، يعني غياب حالة يعني سيادة القانون بشكل يعني خلينا نحكي بشكل قوي، وفي ظل غياب المجلس التشريعي وغياب يعني آلية إعادة طرح قوانين جديدة واقتراح قوانين جديدة لمعالجة مثل هذه المشاكل في المجتمع، يعني قانون العقوبات قانون بالي وقانون قديم ويفتح المجال أمام يعني التمادي في ارتكاب الجرائم وهو غير رادع. إذا قلنا طب في مثل هذه الحالة مؤسسات حقوق الإنسان كالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، يعني ما الدور الذي تقوم به من أجل يعني الوقوف لمثل هذه الجرائم؟ كيف تتعاطى مع فئات المجتمع أو مع الجهات المسؤولة، مع الشرطة، مع القضاء، مع كافة المؤسسات ذات العلاقة بالموضوع؟ يعني خلينا نتفق بالبداية، الموضوع كبير جدا، موضوع الأمن الاجتماعي، بالإضافة أنه موضوع يعني بتعلق بالثقافة مباشرة، الثقافة العربية والإسلامية اللي إحنا كنا بنحملها، والثقافة كمان الفلسطينية. يعني موضوع الأخ تفضل في موضوع الثأر والعقلية العشائرية، هاي كمان من المسببات اللي بتخلي المجتمع وخلي المواطنين يتجهوا نحو العنف. الدور الرئيسي أنا بعتقد حسب القوانين وحسب التشريعات الموجودة، دور رئيسي بقى على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية. هذا الدور الرئيسي. الأدوار الفرعية بتقع على عاتق المجتمع المدني والناس بشكل عام. يعني أنا صراحة الصبح درست على موضوع، طلعت على موضوع الأمن المجتمعي ومجموعة من الإحصائيات، لاحظت إنه ازدياد احتياجات المجتمع الفلسطيني بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، والأصل إنه هاي الاحتياجات كان لازم يلبيها الاحتلال بصفته سلطة احتلال. هذا كثير موضوع متقدم في القانون الدولي الإنساني. يعني ازدياد الاحتياجات مع ظل تجريد السلطة الوطنية من قبل الاحتلال لكثير من الإمكانيات أدى إلى جنوح وازدياد هاي الظواهر. وطبعا احنا بنحكي عن الامن الاجتماعي، بنحكي عن حالات القتل، الحق في الحياه، وبنحكي عن ظاهره المخدرات وظاهره الفقر وكثير من الظواهر اللي بتضرب هذا المفهوم. وبالتالي اذا قدرنا على الاقل نقف، يعني الموضوع بحاجه لسياسات واستراتيجيات كبيره من قبل السلطه، ما بتقعش على عاتق الشرطه اكيد لوحدها. على المستوى القانوني يعني الى اي مدى يمكن يعني حل المشكلات ومعالجه الثغرات الموجوده في الوضع القانوني الحالي في التعاطي مع مثل هذه الجرائم؟ يعني جرائم القتل على ما يسمى خلفيه الشرف، تم تجميد المواد اللي بتعطي عقوبات مخففه لمرتكبي هذه الجرائم، ولكن هذه الجرائم ما زالت في ازدياد.
شو المطلوب من من السلطة الوطنية الفلسطينية بكافة مؤسساتها وبكافة أجهزتها تعملوا مشان إنها تقلل من ازدياد هاي الجرائم؟ يعني المطلوب صراحة في كثير مطلوب أساس نصل لهاي المرحلة. لا يكفي أن يكون في عندنا قانون متطور، كمان لازم يكون في توجه نحو التوعية من أجل تغيير مسار الثقافة اللي إحنا بنحملها اللي حكيت عنها قبل شوي. بالإضافة إنه كمان إشي منطقي أنا برأيي إنه توجه لهذا لهاي الظواهر، لأنه فيش عندنا إحنا لحد يعني من بعد الانقسام السياسي الحاصل ويعني تجريد الخصوم السياسية من في الضفة وغزة، فيش أي مؤسسات تمثيلية أو تشريعية، وبالتالي فيش أي تعديل أو وقفة عند القوانين اللي بتعالج هاي المواضيع. أنا برأيي لحين ذلك يكون في وقفة جدية عند السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بالهرم التشريعي الرئيس من أجل تعديل القوانين اللي بتسمح وبتعطي مبررات لهذه الحالات، وكمان لازم يكون في دور يعني دور أكثر عند القضاء الفلسطيني، أكثر جدية يعني في سرعة التقاضي ومحاسبة المتهمين في حالة ثبات عليهم التهم. يعني في كثير قضايا على خلفية ما يسمى بالشرف لحد اليوم من سنوات ما تمش محاكمتهم، وبالتالي هاي ممكن تعطي إعاز أو هاي نقطة مهمة رح نتوجه فيها للجمهور كمان. يعني إلى أي مدى من خلال متابعتكم يعني بنسمع عن جرائم بتم ارتكابها وبتم مثلا إلقاء القبض على مرتكبي هذه الجرائم، بس بعدها مش عم نسمع إشي. يعني المواطنين بخافوا إنه في جريمة صارت، بس بعدها مش عم نسمع إنه مثلا تم أخذ أحكام رادعة بحق مرتكبي هاي الجرائم، أو إلى أي مدى مثلا يعني البطء في وإطالة أمد التقاضي في المحاكم كمان عم بيساعد يعني في حالة الخوف في المجتمع من انتشار مثل هاي الجرائم. حب أسمع مداخلاتكم على الموضوع فيما يتعلق بالموضوع، بس عندي توضيح بسيط إنه التعديل المرسوم الرئاسي في تعديل أو تجميد العمل في بعض المواد في قانون العقوبات، في اعتقادنا أو في اعتقاد مجموعة من المؤسسات النسوية أنه هذا التعديل غير كافي ولم يصل فعلا أو حقيقة إلى جوهر المشكلة، لأن جوهر المشكلة في قانون العقوبات تتعلق بمواد أخرى لا زالت سريعة المفعول ومطبقة في المحاكم الفلسطينية. من ناحية ثانية، نحن في مركز مرأة حاولنا تتبع بعض الجرائم المرتكبة على خلفية ما يسمى في الشرف وشو تبعاتها القانونية. عندنا دراسة تحليلية صدرت في كتاب عن المركز، تبعنا مجموعة من الحالات. النتيجة النهائية اللي وصلنا لها انه حتى في الاحكام القضائية عادة ما تكون الاحكام هي احكام مخففة جدا في الحالات القتل الواضح والمتعمد الى اي مدى في مثلا ثقة من المواطنين بجهاز الشرطة في توفير الامن والامان؟ الى اي مدى في ثقة من المواطنين مثلا انت كمواطن، الى اي مدى في ثقة بالقضاء واحكام القضاء في انها تكون رادعة لمثل ارتكاب هاي الجرائم؟ انا كمواطن بصراحة انا بدي احكي كمواطن في عندي اولا تقدير لدور كل الاجهزة والمؤسسات سواء الحكومية او غير الحكومية، لكن من الواضح انه في كمان بعض جوانب القصور بالمؤسسات الحكومية وبالمؤسسات غير الحكومية ومن ضمنها جهاز الشرطة وجهاز القضاء. واضح انه واضح انه مثلا على سبيل المثال للحصر، يعني بحب احكي مثلا باجراءات الشرطة في هناك بعض الثغرات اللي ممكن من خلالها تتسرب بعض جوانب الجريمة. مثلا في اجراءات الشرطة اذا انا اتصلت تلفون على جهاز الشرطة وقلت لهم انه في حدا ممكن بده يعتدي علي، راح يطلبوا مني، واضح يعني راح يطلبوا مني انه اولا انا اوصل لمركز الشرطه واقدم شكوى. بهاي المرحله يعني هون الثغره بتيجي بتكون موجوده انه لازم ما هو شخص بده يعتدي علي، وبالتالي اذا يعني انا مش راح الحق اوصل اصلا مركز الشرطه عشان اقدم شكوى، وبالتالي هو ما يعتدي علي ممكن انا اضطر ادافع عن حالي، ممكن هو يصيبني باذى او جروح او الى اخره. فهاي متأسف هاي واحدة من الأمثلة، يعني أنا ما بحصر يعني. طب سيادة الرائد يعني كمان مرة، إلى أي مدى في تطور في قدرات جهاز الشرطة على مستوى التعاطي مع مثل شكاوى المواطنين وتعاطي مع أي بلاغات بقدمها المواطنين، وأيضا أساليب البحث التقصي يعني
شو متوفر لدى جهاز الشرطة وشو بنقصه لحتى يكون على مستوى عالي في التعاطي مع مثل هاي الأمور؟ واللي تفضل فيه الأخ معنا يعني أنه لازم أنا أجي على مركز الشرطة عشان أقدم شكوى، طب ما هذا بثير موضوع تاني، مثلا موضوع الشرطة الصديقة في أي في دول العالم، في إشي اسمه المواطن صديق الشرطة مثلا، أنه شكاوى المواطنين تؤخذ بجدية وتؤخذ بمسؤولية دون دعوة أو داعي لحضورهم او تقديم شكاوى خطيه. نص قانوني بيستدعي انه بحال علم انه في ارتكاب جريمه لازم يكون في تحرك مباشر، يعني بدون يجب ان يكون تحرك. التحرك عاده بيكون مباشره، بس في مناطق ممكن الشرطه ما تقدر توصل لها. في عندنا مناطق الف ب سي سي، هدول المناطق بدها صفي، بدها عمليه تنسيق. عمليه التنسيق هي اللي بتاخذ وقت ما بيوصل لها. بعدين في كم يعني المواطن مجرد ما اتصل بالشرطة وأعطى عنوانه وعرف عن نفسه، الشرطة مباشرة بتجيه يعني، ولا يستدعي حضوره لمركز الشرطة. في حالات الطوارئ لما بيكون بحالة استغاثة مباشرة بتجيه، بس بشكوى عادية لا، تفضل يا حضرة المواطن وقدم شكوتك العادية. طب يعني في المناطق اللي ما بتوصلها الشرطة اللي هي مناطق سي، ومتوقع حدوث جرائم في أي لحظة، ومتوقع تهديد حياة المواطنين ممتلكاتهم حتى شو مكان، أي شيء بيهدد سلامة وأمن المواطنين، طب كيف جهاز الشرطة ممكن أنه يتعاطى معها؟ شو الإجراءات الكفيلة بعدم يعني ارتكاب مثل هاي الجرائم؟ كمان مرة موضوع مثلا المواطن صديق الشرطة، ليش ما يكون في مواطنين هم أصدقاء للشرطة في هاي المناطق وبالتالي في تواصل دائم مع جهاز الشرطة؟ بيتواصلوا مع جهاز الشرطة، ما قلت لك مجرد المواطن أو صديق الشرطة يتصل بالشرطة إذا كان منطقة سي أو منطقة بي بده تنسيق، كيف بده يوصل له؟ يعني مش مهم مين اللي اتصل، المهم كيف بده يوصل له. تنسيق مع جهاز، هاي إشكالية. نفس طيب الإشكالية كمان بدها تكون هي مربوطة بالوضع السياسي، مربوطة بالوضع الاقتصادي، وكله بتأثر فيه الأمن المجتمعي بشكل أو بآخر. طيب من أي ناحية السلطة الفلسطينية عم تبذل جهود ملموسة في تحسين مثلا الوضع الاقتصادي، وإن كان هذا إن كان نعم، وإن كانت الحقائق تشير أنه لا، إلى أي مدى يعني التراجع في الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار ويعني شعور إيجاد حالة عامة من الشعور بالفوضى وعدم الأمان، كلها هاي بتدفع لارتكاب جرائم. شو المطلوب من هاي الأجهزة إنها تعمل؟ شو المطلوب من السلطة الوطنية إنها تقدمه للمواطنين؟ يعني صراحة في ظل الاحتلال المطلوب يعني لو فيش يعني على الأقل يكون في عندنا دولة فلسطينية كاملة السيادة على أساس نقدر إحنا نعالج كل هاي الإشكاليات. بس في ظل الظروف الحالية أنا برأيي يكون في إجراءات أكثر وقائية عند أجهزة السلطة الوطنية، بالإضافة لازم يكون هناك في حملات توعية من أجل الوقاية من هاي الجرائم. وفيما يتعلق بالجرائم اللي تحدث في مناطق ثانية، أنا برأيي لازم يكون في مصارحة للمواطنين، إنه هاي تقع تحت مسؤولية الاحتلال، وعدم وقف هاي الجرائم من أجل التنسيق اللي بصير ودعاته متأخر. يعني أنا بتواصل مع شرطة ضواحي القدس مثلا، الوضع مزري، يعني لما بتتبلغوا بجريمة بدهم ساعات ومرات أيام لما يأخذوا تنسيق من أجل الوصول لهاي المناطق، وعشان هيك الموضوع عندنا معقد كثير. طيب الموضوع معقد على مستوى مناطق سي وعلى مستوى مناطق القدس، لكن داخل يعني المناطق التي تمتد إليها صلاحية الجهاز الشرطة أو حتى يعني تتحمل مسؤوليتهم السلطة الوطنية، هنالك أيضا تقصير في متابعة هذه الجرائم إذا كان هنالك تقصير وتتفق؟ يعني إحنا مش في معرض نحمل المسؤولية للشرطة، لأنه هذه المسؤولية هو ليس تحميل مسؤولية للشرطة بقدر ما أنه هو فقط تسليط ضوء على الموضوع حتى نعرف وين كوامن القصور في هذا الموضوع. أيضا هذه المسؤولية أنا برأيي هي مسؤولية جماعية بتحملها الجميع، خاصة لأنه إحنا بنحمل الثقافة اللي حكينا عنها بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني. فيما يتعلق بمفهوم الأمن الاجتماعي، الشرطة لها دور واضح إنه الحد من ارتكاب الجرائم والوقاية منها. السياقات المختلفة الأخرى، لأنه مفهوم الأمن الاجتماعي بدخل في سياق الموضوع السياسي وموضوع الاجتماعي وموضوع كمان الصحي إلى آخره،
وكل هاي السياقات بتشعر المواطن بالأمن والحماية اللي هو مفهوم الأمن الاجتماعي. بس نقطة، خلل في السياق السياسي اللي هو موضوع عدم الثقة اللي حكينا في النظام، بالإضافة لعدم وجود انتخابات دورية، هذا بسبب خلل في الأمن الاجتماعي. موضوع المفهوم الاجتماعي، وجود بطالة هائلة وظواهر من مخدرات وإلى آخره، كمان بسبب خلل. وبالتالي المسؤولية لازم تكون هي مسؤولية بالأول على السلطة الوطنية، لازم تكون المسؤولية عليها، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني لازم تكون في وقفة جدية عند هاي الحالات، بالإضافة طبعاً الأساسي لازم يكون الاحتلال يتحمل هاي المسؤولية، لأنه الاحتلال معني يكون فيش أمن اجتماعي عند الفلسطينيين. الفلسطينيين بتمتعوش من سنوات طويلة من بداية القرن عدم وجود أمن اجتماعي. طيب، يعني كل الأمور تتدخل في بعض، المستوى الاقتصادي، غلاء الأسعار، كله بيأثر في ارتكاب وانتشار الجرائم في المجتمع. جهاز الشرطة له تقارير سنوية يعرض فيها الجرائم التي تم توثيقها لدى جهاز الشرطة، ويعرض أنه تم تحويلها إلى المحاكم وإلى آخره. إلى أي مدى هنالك يعني تعاون وثقة بين ما يقوم به جهاز الشرطة وبين مثلا ما ينتج عن جهاز القضاء؟ يعني الشرطة اللي هي عم تتعب وبتجيب مرتكبي الجرائم، وهي اللي عم تتعب بتحقق فيها، وبالتالي بتتحول للمحكمة، ولكن ما في سرعة في إنجاز هاي القضايا، أو ما في أحكام سريعة رادعة. هون مدى شعور جهاز الشرطة بأنه بيقوم بدور حقيقي في المجتمع كيف ممكن يكون؟ احنا كجهاز شرطة مهمتنا الأساسية إنفاذ القانون. إنفاذ القانون هو إنفاذ قرارات المحكمة، والوقاية من الجريمة إحنا عم نعمل على الوقاية والجريمة. بس أنا ما في اتهم المحاكم ولا في اتهم التشريعات أو بالقصور نتيجة تداخل وتأثير بعضها، لأنه تتأثر كلها بالحالة، الوضع الاقتصادي الاجتماعي الثقافي السياسي اللي هن إحنا عايشين فيه. فما بنقدر نحط اللوم على المحاكم او على النيابي او على الشرطه، احنا بنثق بنتاثر بكل هالانساق هذه. فاحنا كمؤسسه شرطيه بنقوم بدورنا على اكمل وجه، لانه المنتسبين المؤسسه الشرطيه هن افراد من المواطنين. نعم، هن افراد من اللي عاهدوا لبناء دوله المؤسسات والقانون. فمن هذا المنطلق بتعمل الشرطه بكل ما اوتيت من جهود على بسط الأمن العام والنظام العام وإنفاذ للقوانين، بالإضافة للتحمل للمسؤولية الاجتماعية. ممكن لو تزوري موقعنا وتزوري موقع الشرطة وتطلعي على الأنشطة اللي بتقوم فيها المؤسسة الشرطية، بتلاقيها أنشطة فعلا غير تقليدية، بتعمل الشرطة الصغير، شرطة المجتمع، التبرع بالدم، قطاف الزيتون. مجرد هذه الأمور بتحس على دور التقليد. يعني كل هاي الأمور هي كماليات لو فرضناها، ولكن الدور الرئيسي لجهاز الشرطة هو يعني تحسس الخطر في المجتمع ومكافحة الجريمة قبل حدوثها، مش إنه نستنى لتصير الجريمة. نتجاوز الموضوع لنقطة ثانية، يعني جرائم القتل على ما يسمى خلفية الشرف. ماذا لدى جهاز الشرطة للتعاطي مع مثل هذه الأمور بشكل مسبق؟ يعني توفير الحماية للنساء في المجتمع والنساء المعنفات تحديدا. احنا قلنا لك الدور هذا دور من جميع المؤسسات، دور الشؤون الاجتماعية، دور المحاكم، دور النيابي. احنا دورنا وقائي، احنا ما بتقدر المؤسسة الشرطية تحط على كل بيت مواطن شرطي، بدها ثقافة. واحنا بالدور الوقائي بنعمل على التثقيف والتوعية والتوجيه، وشركاء مع جميع مؤسسات المجتمع المدني الرسمية وغير رسمية. من هذا المنطلق هون دورنا. صحيح دورنا قبل شوي بتقولي لي دور تقليدي، قطاف الزيتون او التبرع بالدم او التوعية، هذه الدور التقليدي هو الحماية والوقاية. احنا بنمارس الدور على ثلاث مستويات، مستوى وقاية من الجريمة، مستوى جمع الأدلة وتقديمها أو إلقاء القبض على مفتعل المشتبه فيه، ودورنا برضو بإنفاذ القانون اللي بيصدر عن المحكمة. فدور المؤسسة الشرطية بازدياد وتقدم وتطور وملموس، بيتلمس المواطن بكل مناحي الحياة. نعم. فما في تعاون بين جهاز الشرطة، وأنت ذكرت ذلك وأكدت ذلك، وبين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية. المؤسسات الحقوقية التي لا تعد ولا تحصى،
في البلد عنا، واللي بتشتغل على مستوى حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق ذوي الإعاقة. الحق في الحياة يعني هو أبسط الحقوق، الحق في الحياة. كيفية التعاطي مع فئات المجتمع للتثقيف والتوعية وتوعية يعني ثقة المواطن أو تحسسه ويعني استجابته للحفاظ على الحق بالحياة وعدم ارتكاب جرائم تهدد الحق في الحياة، تهدد الحق في حماية الممتلكات، حقوق المؤسسات، حقوق الإنسان وحقوق المرأة. وكل يوم نسمع عن جريمة قتل، وجريمة قتل على خلفية الشرف ما خلصتش 2013 وعندنا 27 حالة. كيف هاي عندنا حوالي 100 حالة على فكرة احنا لحد 27 على خلفية ما يسمى بشرف العائلة. يعني انا برأيي انه في تقصير في موضوع التوعية فيما يتعلق بالحق في الحياة من قبل الأجهزة المختصة في السلطة، سواء وزارة الإعلام أو الوزارة الثانية. لحد اليوم وهي شهادة، مش شهادة يعني، شهادة كمواطن وشهادة مواطن، إنه فيش برنامج مخصص لتوعية في هذا المجال، لأنه برأيهم إنه في أولويات ثانية. بخصوص لحد اليوم إحنا في شهر 9، لحد اليوم في تقريبا حوالي 100 حالة وفاة في ظروف غامضة. بس في ظروف غامضة حسب غامضة شكاوى الهيئة، كيف بتوثقها؟ مش شكاوى، لا، هي رصد للحالات. فمثلا في عندنا احنا في ظاهرة جديدة اللي هي وفاة العمال، وهي أعداد يعني بالنسبة مقارنة مع السنوات الماضية أعداد يعني مخيفة، حوالي 36 حالة وفاة نتيجة عدم الأخذ بالإجراءات السلامة العامة. يعني عامل بقع عن بلكونة بيشتغل فيها، عامل بقع في الشارع في بيشتغل فيه. وبرأيي إنه في هذا المجال مثلا بالذات يعني على سبيل المثال إنه في تقصير، لأنه لا في توعية في هذا الموضوع، وفيش مراقبة كمان لإجراءات السلامة العامة. نعم. في المناطق، حتى المناطق الألف اللي هي في سيادة بنعتبرها فيه سيادة قانون كاملة لهذا الموضوع. في المناطق الثانية عرفت وجهة نظري، لازم يتحمل الاحتلال مسؤولية، ولازم يكون في مصارحة من يعني بدها سياسي، هاي صراحة هاي داش، لازم يكون في مصارحة من السياسيين الفلسطينيين، والاحتلال الإسرائيلي هو بتحمل هذا اللعبة بصفة قوة احتلال، وإحنا شعب تحت احتلال. طب إذا طلعنا على موضوع تاني، يعني موضوع الإعلام، وأنت في بداية الحلقة سيادة الرائد يعني تحدثت بأنه ممكن هي وسائل الإعلام ويعني انتشارها هو اللي بيساعد على ممكن الشعور بأنه الجريمة في ازدياد. طب إحنا إذا أخذنا دور وسائل الإعلام من بشكل أو بزاوية أخرى، كيف ممكن وسائل الإعلام تلعب دور في يعني دعم الأمن المجتمعي وفي التعاطي مع مثل هذه الظواهر، تحجيمها إن كانت سلبية ودعمها إن كانت إيجابية، وكيف يعني يعمل جهاز الشرطة لتحقيق مثل هذه الأهداف؟ إحنا بنتعاون مع المؤسسة الإعلامية بشكل عام بشفافية وصدق. بس اسمحي لي أقولك، أي إذاعة وأي صحفي بيحب يعمل يكون سباق حتى لو بالإشاعة. ومجتمعنا مجتمع بيتناقل الخبرية بسرعة، ما بيتأكد من صحتها. الإشاعات بتلعب دور كتير كبير بالمجتمع الفلسطيني. هذا الدور مش بس وزارة الإعلام، دور المؤسسات بشكل عام إنه هي تعمل على التوعية ورفض الإشاعة من أي مصدر كان، التحقق قبل إطلاق الإشاعة. طب فيما يتعلق بالجرائم وكيفية تعاطي وسائل الإعلام مع مثل هذه الجرائم، يعني خلال الثلاثة أشهر الأخيرة يعني جرائم مخطط لها ومدبر لها، يعني الناس لما بتسمع فيها بصير في عندها حالة من الخوف، حالة بعدم الشعور من الأمان، عدم الشعور يعني بالاستقرار ولا الأمان، وتهديد مستمر. وسائل الإعلام شو المطلوب منها مثلا إنها كيف تتعاطى مع هاي الظواهر بالرجوع لجهاز الشرطة؟ لو افترضنا على سبيل المثال إنه أي حالة قتل بدها تتم على خلفية شرف أو على غيره، هل تتوقعي إنه بيجي اللي بده يقتل بيجي بيبلغ الإعلام أو بيبلغ جيرانه إنه بده يعمل؟ ولا اختراع، ولا اختراع حالة من القتل الأخيرة، حالة ما بتقدر تعمميها، في حالة حالتين مش ظاهرة. يعني مش معقولة، مش من المنطقية إنه اللي بده يرتكب قتل النساء على قتل النساء على ما يسمى شرف،
هذه ما بتقدر تقول عنها ظاهرة، لأن ممكن تكون على إرث، ممكن تكون على نزاع شخصي، ممكن تكون على خلفية جنائية، أي خلفية كانت. بس الأهون برأيك شو تكون عشان تاخذ هالضجة هاي؟ قولوا على خلفية شرف. طب هل الجريمة إلا شرف؟ طب الجريمة جريمة بغض النظر عن أسبابها وعن دوافعها، بس الأهون على أساس القانون الأعذار المخففة هيك بيرتقي إنه يحطها بخلفية شرف. طب حسب يعني تحليلك للموضوع، النصوص في القانون اللي بتعطي الأعذار المخففة والعذر المحل تم تجميدها، ولكن ما زالت ترتكب جرائم باسم أو على ما يسمى شرف العائلة. طب وين المشكلة تحديدا؟ يعني المشكلة صفت مش بالقانون، إذا كنا نحكي أنه القوانين قاصرة المشكلة مش بالقانون، صفى أنه عندنا في مشكلة حقيقية بثقافتنا وتعاملنا مع الموضوع. كمان مرة، جهاز الشرطة كيف عنده وعي أو إجراءات غير تقليدية للتعاطي مع مثل هذه الظواهر؟ نفس الجواب حقلك إياه، بالتوعية والتعاون والتكامل والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. كلنا شركاء ببناء دولتنا، كلنا شركاء ببناء دولة المؤسسات والقانون، كلنا شركاء بالأمن، مسؤولية جماعية. من هذا المنطلق مؤسسة الشرطة بتعمل. نعم. طب أستاذ ياسر، يعني كيف يمكن تقديم مبادرات أو يعني حلول توصيات للنهوض بثقافة المجتمع الفلسطيني، لتوعية كافة الفئات في المجتمع الفلسطيني لرفض ظاهرة العنف ونبذ مثل هذه الظاهرة وعدم التعاطي معها، سواء على مستوى مؤسسات حقوق الإنسان أو على مستوى المؤسسات الرسمية؟ يعني إذا في توصيات لازم يكون في توصيات إشي بتعلق بسياسات العامة في البلد، ومن ضمنها أنه يكون في هناك توجه جدي من قبل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة يعني، وهي كمان فيها عليها تحفظ، لأنه هي الحكومات بتمثلش كل أطياف المجتمع الفلسطيني. قانونية ممكن تمثل، بس بسبب وجود الانقسام السياسي فعلا في خلل. وأنا برأيي لازم يكون في هناك حكومة توقف بشكل جدي عند هاي الظواهر، وتتخذ السياسات والتشريعات المناسبة والأنظمة المناسبة للحد من هاي الظواهر، من كثير من برامج، سواء تشريعات أو أنظمة أو من خلال برامج توعوية. ومؤسسات المجتمع المدني لازم يكون في هناك تكاتف وتعاون حول هاي الظواهر. بس في الاحتلال بقدرش أنا أعمل توصيات للاحتلال، لأنه توصيات الرائد. إيش ممكن يكون في مبادرات أو حلول ل يعني محاصرة مثل هذه الظواهر، ظاهرة ارتكاب الجرائم، إذا اتفقنا أنها ظاهرة وهي مش ظاهرة؟ مثل ما تفضلتي وقلتي، هذه منا ظاهرة. إحنا منوجه دعوة لكل شركائنا المحليين بالعمل وجلوس على طاولة واحدة، وضع المشاكل ووضع حلول، إيجاد الحلول لإلها. مش بس المهم إن أنا أوضع المشكلة، أشوف مشكلة موجودة، كيفية حل هذه المشكلة هون المفترض إنه يكون شركاء، وإحنا بنعمل بهذا الإطار وبهذا المجال. طيب جمهور، بحب أخذ منكم كمان أي اقتراحات أو ملاحظات حول الموضوع، تفضل. فعلا ما بديش أحمل الشرطة المسؤولية، لأنه أجهزة الشرطة يعني هي جهاز ضعيف على فكرة، ما في عندهم إمكانيات. روح على أي مغفر شرطة، هو أمكن يرثي للأسف الشديد، وبتلاقي الضابط إذا بترفع عنده شكوى مشغول في 500 شكوى و500 مواطن. القضية الأولى والأخيرة اللي بدي أحكيها، إنه في أي جريمة ممكن جهاز الأمن الوقائي أو المخابرات يوصل قبل الشرطة. فأهم مبادرة حل هاي الأجهزة، وبكفينا إحنا جهاز شرطة مدني قوي. هذه مبادرة بتقدير هي خلاقة، لأن إمكانيات الشرطة محدودة ومتواضعة، رغم أنه في هناك النوايا والإرادة والرؤية السياسية والرؤية الأمنية والرؤية المدنية عند الشرطة، ولكن في حقيقة الأمر ما تعانيه مقرات الشرطة وما تعانيه الشرطة للأماني أنا بحزن عليهم. حتى على أي مغفر يعني بنحزن عليهم ما الشرطة. إحنا الموضوع مش فقط يعني هو الشرطة تقوم بالدور أو لا تقوم بالدور، الشرطة نحن نتوقف عند ظاهرة يعني أصبحنا نلمسها في الفترة الأخيرة، خصوصا في السنة الحالية، ارتفاع وازدياد عدد الجرائم المرتكبة في المجتمع، لأنه زي ما حكيتي في الشرطة صديقة يعني للمواطن، وهذا موجود في ألمانيا، موجود في كثير من الدول الأوروبية. وأنا بتقدير شرطتنا في تطور هائل في أدائها المهني الراقي، ولكن إمكانياتها جد متواضعة، وللأسف الشديد فيش هناك اهتمام للجهة الرسمية في هذا الجهاز المدني. نأخذ مشاركة ثانية، تفضل.
محمد زكارنا ملتقى حريات فلسطين. طبعا احيي الضيوف الكرام في البدايه. لا نحمل كل شيء للشرطه، الشرطه هي يعني تطبق القوانين الملقاه على عاتقها، والشرطه يعني طبقت خلينا نحكي خطوات كثيره من الحفاظ على الامن في سحب السيارات الغير مرخصه والغير قانونيه والسلاح الغير شرعي، ولكن اعتقد يعني كان الافضل ان يعني يكون بيننا احد عن القضاء، لان فعلا يعني القضاء قوانينه غير حازمه وغير صارمه، بحيث انه المواطن اليوم اصبح يرتكب جريمه، وانا اعرف الكثير، اريد ان اتحدث عن حالات معينه، 4-5 سنوات ويخرج من السجن. ايضا المناطق مثل ما حكينا سي، يجب هناك ايجاد حل معين لسيطر على اي مشكله في حال نشوبها، مش نضل نحكي مثلا ان احنا والله خارج عن مناطق. الا نقطه اخيره بدي احكيها، احنا في 48 النمر الصفراء في الاحرى، يعني اريد ان اتحدث عن حاله او عده حالات امامي، انه واحد بحط سيارته في عرض الشارع، بيشتري ربطة خبز بعطل السير، لما تحكي مع شرطه المرور او غيره بيحكي لك انا ما شو يعني. فهذه يعني يجب ان توضع ايضا على سلم الاولويات. وشكرا. شكرا. ناخذ اخر مشاركه. مساء الخير. أستاذ صهيب، يعني أنت محامي وأثرنا أكثر من نقطة حول موضوع يعني القصور في القوانين، أحكام القضاء، يعني إطالة أمد التقاضي، كل هاي الأمور أيضا، شو ممكن تحكي بهذا الموضوع؟ بالحقيقة بس أنا في عندي مداخلة سريعة. بالمقدمة اللي حضرتك طرحتيها بالمقدمة اللي انت طرحتيها حكيتي انه المجتمعات الضعيفة هي اللي بتتحمل مسؤولية ازدياد ظاهرة الجرائم. انا ممكن بحس انه البداية انه مش المجتمع، يعني انا كفرد في المجتمع مش انا بتحمل مسؤولية انه صار في جرائم، هذه مشكلة السلطة السياسية، مشكلة ادوات السلطة السياسية او الاجهزة التنفيذية. كنت بحب اسمع من سيادة الرائد انه قديش عدد الجرائم او المتابعات الشكاوى اللي صارت عند الشرطه وقيدت ضد مجهول. يعني انا في اكثر يعني حوالي الجيراني سرقه سيارات، شيكات بدون رصيد، جرائم اختلاس، جرائم عديده ما فيش قيدت ضد مجهول، وما شفناش مين الجاني اللي ارتكب هذه الجريمه. صار في عندي لبس في هذا الحلقة في موضوع أنتم كنتم تحكوا عن الجرائم بشكل عام أو الجرائم القتل على ما يسمى خلفية الشرف. بالحقيقة بخصوص القانون بالأخ اللي تفضل اللي طرحه، بالحقيقة القوانين بتعالج أو اتفاقية الأوسلو بتعالج موضوع حملة الهوية الزرقاء واعتبرتهم مواطنين إسرائيليين، وبالرجوع لهذه الاتفاقيات واستقراء احكام الاتفاقيه بنشوف انه فيش المواطنين الاسرائيليين هم حاملي الجنسيه الاسرائيليه، يعني فيش اي مبرر انه المواطن المقدسي حامل الهويه الزرقاء يعامل كاسرائيلي. وانا بالحقيقه في بحث عملته اثناء دراستي في جامعه بير زيت ما لقيت انه في شيء يعني بيخليهم يستثنيهم من الحقوق السياسيه زي مواطن حامل الهويه الخضراء. فليش المواطن الفلسطيني بيشوف فيه تمييز، في نوع من التمييز امام القضاء؟ يعني المواطن الفلسطيني يخضع لاحكام ولايه القضاء الفلسطيني بينما المواطن المقدسي لا. هذه امور كلها بتهيألي بتضعف ثقه المواطن بالقضاء بسياده القانون. والاهم من كل هذا الحكي اذا بدنا نحكي في اسباب اجتماعيه، كل واحد عنده اسبابه، يعني ليش ظاهره الجرائم منتشره؟ ممكن غياب العداله الاجتماعيه، ممكن التفاوت الطبقي، البطاله، كل واحد عنده اسباب يعني ما بنقدر نعدها. بس بتهيألي في حاله انا بلمسها انه من ضعف ثقه المواطن بالقضاء، وهذا يعني بدك تصلح الوضع في اي دوله بدك تصلح القضاء، يصلح القضاء ترجع الثقه للمواطن باجهزه الدوله بالشرطه. طب بتشوف انه في عدم ثقه من المواطنين بجهاز القضاء واحكام القضاء مثلا؟ يعني بعرفش، يعني انا متاسف اني احكي، يعني ما بحب انشر الصوره السلبيه، بس انا كمواطن بصراحه بتعرض لمشكله بحس اني بقدر اتجاوزها بدون اللجوء للقضاء. مستعد نعم. اتسامح بحق ولا اروح للمحامي ولا تروح ولا محامي. نعم يعني اذا الموضوع مثلا انا برجع لي لشخص برجع مثلا شيك ب 1000 شيكل ما بروحش للمحكمه، خلص بسامحه افضل. بسامحه يعني بالحقيقه الوضع مؤسف.
طب يعني يعني في كلمه اخيره كمان اثاروا في نهايه البرنامج موضوع يعني عدم الشعور بالمساواه بين افراد المجتمع حتى في التعاطي مع الجرائم، انه في الجرائم المرتكبه من قبل طبقه معينه يتم الطبطبه عليها ومش عم تظهر للاعلام قد ما تكون وسائل الاعلام هاي قويه ومنتشره، وفي المقابل دائما احنا عندنا فكره انه هاي الجرائم مرتبطه بالفقر ومرتبطه ب يعني الطبقات الاجتماعيه الادنى في المجتمع. من خلال رصد حالات ويعني الجرائم لدى جهاز الشرطه، هل هذه القاعده صحيحه او غير صحيحه؟ كل المواطنين امام القانون سواء، احنا بنطبق سياده القانون، ما في تمييز بين ابيض واسود، ابن فلان او بنت علتان، هذا ما بيعنينا احنا، احنا بيعنينا واحد ارتكب مخالفه بنحوله للنيابه العامه، والنيابه العامه هي بتاخذ اجراءاتها وبتحوله للقضاء. احنا مهمتنا مش نحكم على الناس ولا بنحاكم الناس ولا بنفرج على الناس. فالمواطن العادي للاسف بيفكر انه الشرطه هي اللي بتلقي القبض وهي اللي بتحبس وهي اللي بتطلع. طيب استاذ ياسر، في نفس الموضوع يعني حتى نحاصر يعني عدم التعاطي بجدية مع الجرائم أو حتى أنه في شعور بعدم المساواة أو العدالة الاجتماعية، كيف ممكن المواطنين يتغلبوا على مثل هاي المشاكل؟ يعني هو هذا طلب يعني مستحيل نطلبه من المواطنين، لأنه الأمن الاجتماعي هو حالة من الشعور لازم يشعرها المواطنين بشكل عام، في ظل غياب نوعا ما عدم عدالة اجتماعية زي ما تفضلتي، وجود تمييز في ظل الانقسام السياسي سواء تمييز سياسي او اجتماعي، وبطالة وكثير من والاحتلال كمان. انا برايي انه صعب نحكي عن هذا الموضوع، صعب نلاقي حلول سهلة يعني. وفي النهاية انا برايي انه الموضوع سياسي بحت، مع وجود شوية أثار قانونية وجوانب قانونية في مناطق ألف، إلا أنه سياسي بحت، وخاصة إذا رجعنا يعني بشكر الأستاذ صهيب أنه أشار لنا موضوع اتفاقية أوسلو، لأنه الموضوع سياسي. موضوع على فكرة موضوع المواطنين المقدسيين هو موضوع مش قانوني، يعني مش قانوني، الشرطة مش يعني عدم ملاحقتها مش من جانب قانوني، من جانب سياسي، من جانب يعني سياسي فقط. يعني حتى مسألة العدالة الاجتماعية هي في الحالة الفلسطينية مرهونة بالقرار السياسي. وكمان في شيء مهم اللي هو احنا ما شرناش، اللي هو موضوع اتفاقية باريس. اتفاقية باريس هي اللي جعلت الاقتصاد الفلسطيني وبالتالي يعني بحر من البطالة مرهون بالاقتصاد الاحتلال، بالإضافة انه احنا حولنا لمجتمع مستهلك. في النهاية بحب أحكي كلمة إنه ارتباط حقوق الإنسان ارتباط وثيق في الأمن الاجتماعي، في حال خلل في الأمن الاجتماعي في كل سياقاته وهناك راح يكون في خلل وتردي لأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. حتى يعني في نهاية الموضوع يبقى الموضوع مفتوح أكثر، انتشار الجرائم ممكن أنه يكون في أي مجتمع، ولكن أنه التعاطي معه بآليات مختلفة يعني تمنع حدوث الجريمة، هذا ما نطمح إليه في المجتمع الفلسطيني. في الختام ليس لي إلا أن أشكر حضورك معنا المحامي ياسر صلاح عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والرائد وفاء الحسين مدير وحدة النوع الاجتماعي في الشرطة، والحضور كنتم معنا، والشكر موصول إليكم مشاهدينا، دمتم بخير.